أتيت وفي الحشا ألم ثقيل ومن عيني أنهار تسيل أنا الموجوع من ألم الخطايا بكيت فهل سينقذني الدليل إلهي قد أتيتك في رجاء وجفني دمعه سكب هطيل فقير التعامل مع موضوع البكالوريا. أول حاجة احنا نبدأ بقراءة أولية، نقرأ النص بقراءة، نقرأ النص قراءة أولية وهي قراءة سطحية، أي كاستكشاف، يعني راح نتعرفوا بالنص، نشوفوا الأبعاد الأولية تاعو، نقرأ قراءة أولى نفهموا شغل بصفة عامة، ثم نعيد ونكرر القراءة حتى يختمر النص، حتى يعني ينضج النص في دماغنا، نبقى نعاودوه أبصر 6 مرات 10، مهم حتى نتفهم النص. وحاجة مليحة كون نقرأ كل فقرة وحدة، الأول قراءة الأولية نقرأ نص بصفة عامة، من بعدها نولي نقرأ فقرة بفقرة، يعني كي نفهموا الفقرة نتجاوزوا الفقرة الثانية. هايوة من بعدها حتى كي نفهموا النص بشكل مليح واش نديروا، نقلبوا الأسئلة، نقرأ الأسئلة. شغل نقرأ القراءة الأولى نفهموا من على وهكا بصفة عامة ونزيدوا، كي نفهم كي نقراهم نحدوا عدد الأسئلة اللي نقدروا نجاوبوا عليها، يعني عدد النقاط اللي نقدروا نتحصلوا عليهم، نفرضوا هذا فهمتوا نديروا عليه كروة هكا، نديروا كروة هكا ونلموا عدد الأسئلة اللي رانا قادرين نلموهم، ومن بعدها نعاودوا نوليو للنص الآخر بنفس الطريقة، نقرأ قراءة أولية ثم يعني هي سطحية كتعرف، ومن بعد نولي نفصلوا في القراءة جزء بجزء جزء بجزء حتى نفهموا النص مليح. أيوة من بعد بنفس الطريقة نقرأوا الأسئلة قراءة أولية نتعرف بشكل كم، ومن بعد نوليو نفصلوا في السؤال، كي نفهموا السؤال الأسئلة نعاودوا نحدوا الأسئلة اللي نقدروا نجاوبوا عليهم، إذا لميناهم نقارنوا بين زوج نصوص هنا نفرضها جاوبت قد السؤال 8، هنا نقولوا نجاوبوا على 6 من 8، اللي هي عندنا نجاوبوا 7 على 8، اذا نديروا 7 على 8 بصح كي نعودوا بشكل متاكد. ايوا نصيحه فقط او الناس اللي يقولوا لكم ما ديروش الشعر وديروا النثر راهي خطا، فكل طالب يتعامل بحسب امكانياته، انت بالك فهمت هذا الشعر مليح طبق الشعر خير من النثر، اذا فهمت النثر نديرو الشعر نديرو النثر، تما حسب امكانياتنا وحسب عدد الاسئله اللي راح نجاوبو عليهم، ما تشوفوش الهضره تاع الناس يقول لكم ام يصحوا الشعر خير من النثر، هذا خطا، لازمنا نطبقوا هذه الطريقه، نشوفوا عدد الاسئله اول حاجه حسب امكانياتك، بالك انت ما تفهمش الشعر وكيف حدير الشعر نروحوا للنثر، والعكس اذا كنت تفهم الشعر والنثر ما تفهموش دير لا هكاك. وحنا والثاني محطه هي لازم نحدوا عدد الاسئله اللي راهم نقدروا نجاوبوا عليهم، ولكن هنا اكثر نجاوبوا على هذا وما نجاوبوش على هذا، ولكن العكس نجاوبوا على النثر وما نجاوبوش على الشعر، حذاري والله هذه مغالطه يغلطوا فيكم اللي قاعد يقول لكم فيها. هايوا شافوا هنا حددنا زعما هنا خيرنا النثر مثال برك، انا مش قاعد نقول لكم ديروا النثر او حسب امكانياتكم، هنا خيرنا النثر، شوفوا جماعه كي تقراوا واش دير. ها اول حاجه شوفوا اسم المؤلف، نحدوا اسم المؤلف، خطرش اسم المؤلف راه يلعب دور كبير كي تعرفوا في فهم النص، نفرضوها كان إيليا ابو ماضي، والله إيليا ابو ماضي راح يبين لكم الاتجاه تاعو، يعني الاسئله راح تفهموهم بشكل مليح، لان الاتجاه تاعو نفرضوها مثال من خصائص مدرسه الرومانسيه التفاؤل، قد يجيكم السؤال يقول لكم هل الشاعر متفائل ولا، انت كي تعرف المؤلف راك تلعب دور كبير في تحديد اجابتك بالشعر بالنثر، لازم مع اول حاجه نشوفوا الشاعر شكون هو ولا الكاتب، هنا شاعر هنا كاتب،
نحدو اسم الكاتب لانه يلعب دور كبير. هاي في طريقه الاجابه. في طريقه الاجابات شوفوا جماعه الاسئله ان شاء الله راهم راهم مرتبين على حسب الفقرات، يعني السؤال الاول مستحيل راح يكون لكم في السؤال في الفقره الاخيره. فهذه الاسئله كانها راهي افكار اساسيه تاع النص، راهي مرتبه بالترتيب، يعني السؤال الاول غالبا ما تلقاه في الاول، بعد ما حل تلقاه في الفقره الثانيه ولا الثالثه، يعني كل سؤال نمشي على حسب ترتيب الفقرات. وقلنا الفقرات كيف نحدوا الاولى والثانيه، كيف نحدوا الفقره منين تبدا منين تخلص. شوفوا يا جماعه كي تلقاو هذا الفارغ اعرفوها باللي فقره 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 فقره، نحدوا الفقره بعدد الفراغات هذو. كي تلقى فارغ ونقطه عارفها باللي بدايه فقره ونهايه فقره، بدايه فقره ونهايه فقره. فالاسئله راهي مرتبه على الشكل التالي، اسئله البناء الفكري، اسئله المتعلقه بالنص فقط، مش النمط ونوع النص، وهذيك راهي هذيك وحدها، يعني اسئله مرتبين على عدد الفقرات. انتبه. هايوا شوفوا يا جماعه هنا مثال عندنا، ما هذه نسيت ما درتلكمش في الملاحظات، كيقول لك ما القضيه التي يطرحها صاحب النص. القضيه بنحدوها واش كيف نحدوها، يعني نقراو النص، النص يعني المفهوم الفكره العامه اللي يتحدث عليها النص هي القضيه، وباه نتاكدوا باه نتاكدوا ان هذه هي القضيه. شوفوا القضيه يعني السؤال اللي يبقى يتعاود بزاف، يعني الكلمات يعني الفكره اللي يبقى يتكرر في السؤال الثاني والثالث والرابع، مهم في عدد في البناء الفكري للسؤال. الحاجه اللي تبقى تتعاود بزاف اي هذيك هي الفكره القضيه، فهي هذيك هي القضيه. اول حاجه القضيه كيف نعاودوها، القضيه كيف نحدوها، يعني نقراو الموضوع العام. اذا فهمت الموضوع العام محل لازم تخرج بفكره عامه، فالفكره العامه هي القضيه. احنا باه نتاكدوا بشغل حيله باه نعرفوا لكن القضيه هذه صحيحه اللي خيرناها، واش ندير الحاجه اللي تبقى تعاود في السؤال الاول الثاني والثالث، الحاجه اللي تبقى يبقى السؤال يدور عليها هذيك هي القضيه المعالجه. او طرق الاجابات احنا حددناها في هذيك ابرز الملاحظات، عاودوا راجعوها من تما ما بقاش نعاودوا فيها. عندما يقول لكم ما هو النمط الغالب على النص، قولوا هي من بعد يقول لك ما مؤشراته، هنا ما حددلكش المؤشرات. اذا ما حددلكش لازمكم تجيبوا ربعه وطلع، اذا قال لكم زوج ولا ثلاثه راهو حدد تما حفات وحد لكم مطالب بتحديده، بصح اذا كان ما حددلكمش لازم تتعاونوا بربعه وطلع ربعه وطلع. التمثيل كيف حيكون؟ هنا مثال قلنا، مثال قلنا الجمل الاسميه واش ديروا نتوما بين قوسين تحطوا تمثلوا قدامها بعد، ونفس الشيء خاصيه ثانيه تكتبوها تعاودوا تمثلوا لها. مثال يقول لكم جمله اسميه، تروحوا تهزوا جمله تبتدئ باسم من النص، التمثيل يكون من النص، ها ومثل لها من النص. على هذاك الباح قلت لكم انا ما نشرناش، قلت لكم الكلمات المفتاحيه، الكلمات المفتاحيه نفرضها هنا قالت مثل لها من النص، انت دير هكا دائره من النص، مش راح تجيب حاجه من برا، كي يحدد لك من النص فانت مطالب بالنص. لازم تقرا السؤال مليح تعاودوا تفهموا، لازم تفهم السؤال. هاو كيما لهنا هذا ما فهمش، محمد احمد ما فهمش، لازم من النص، لازم من النص، كي يقول لك من النص جيبها من النص، اذا قالك خارج النص جيبها من خارج النص. هذا امر مفروغ منه. في واش قلنا نعاودوا في البناء اللغوي، يعني قلنا الاسئله راهي مرتبه حسب فقرات النص. اذا قالكم حدوا اهداف ولا شروط ولا حاجه كيما هكا لازم تكون وفق عناصر، علاه باش نتوما تسهلوا للمصحح هذا التصحيح. ها نتوما كي ديروا الفقره
قادر يصح قادر ما يصح. ايماجين انت 1000 الورقه كيف حيصح او ما يصحش بكل كيف كيف، بصح كي ديروا انت عناصر راك تسهلوا هكا، هذه نقطه هذه زوج هكا هكا يصحوا نص، نفرضها نص نص نص، هو بانت له صحيح تاعو زي ما لازم وفق عناصر كيعود هكا كما قلنا. وش هو تعالى مثال قال لك هنا على ما يدل ذلك هذا لك حسب النص، على ما يدل ذلك حسب النص، ثم حسب النص هذا تابع السؤال تابع للنص. هايو شوفوا قلت لكم لازم تفهموا السؤال مليح، مثال كيف وش معنى نفهموا النص مليح. شوف مثال له في السؤال هذا، لخص مضمون النص بأسلوبك محترما نمط النص. شات هاي كلمة مفتاحية يعني انت التلخيص تاعك نفرضها هذا كان النمط مثال تفسيري، انت في تلخيصك راح تدير نفس طريقة الشرح والتفسير والتحليل على أساس يعني على أساس هذا الأسلوب راح يكون على أساس خصائص النمط التفسيري. يعني قلنا نديروا كلمة، شوفوا كلمات مفتاحية نديروا هكا دوائرة، ديروا دوائرة هكا ها لازم لكم هذا بهذه الطريقة. شوفوا هذه ملاحظة ما درناهاش في أبرز الملاحظات نسيتها، الله غالب هذا من قد تجي. شوفوا جماعة قادر تجاوب هذا جاوبوا في السؤال الأول، قادر الرابع جاوبوا في الثالث، قادر الثالث جاوبوا الثاني، خطاش الأسئلة هاي تخدم بعضها. شوفوا مثال هنا قالك ما النمط الغالب في هذا النص، وهنا أربط لك هذا النمط بالإجابة في التلخيص. قادر انتم في تحديد النمط قادر يقول قبلكم انا احنا نهار الباك واش طاحنا قبل سؤال النمط قالوا لهم قال لنا الشاعر الكاتب شرح وفسر اذا وجابوا لنا النمط وراه النمط يكون تفسيري. لاحظوا الاجابات الاسئله نقول الاسئله راهي تخدم بعضها، قادر الجواب السؤال الثالث يكون في الثاني وهي ودي لهي، قادر الرابع جوابه هو الثالث، يعني قراءة الأسئلة ما تقراهمش لمجرد أنه سؤال، قادر السؤال راهو في نفس الدقيقة راهو جواب لسؤال بعده. حذاري أقراهم بتمعن، لازم تقراوا الأسئلة بتمعن. هاي نروح البناء اللغوي، تشوف بناء اللغوي ما العلاقة نوضح؟ يعني الاجابات في البناء اللغوي تكون على شكل مطاط، نفرضها قالك العلاقه المعنويه تكتب له العلاقه المعنويه هي ديروا زوج نقاط تجاوب قدامها. حاولوا ما تطولوش فيها كما ديروش فقرات فقرات هكا عناصر. اني قلت لكم بيصح نفرضوا هذه عليها نقطه يحط لك نقطه، الثانيه عليها زوج يحط لك زوج، لازم تجاوبوا في عناصر تكون سهله للمصحح. نفرضوها في مظاهر الاتساق والانسجام، اذا انت وش تعطيه المظهر الاول في مطا تحط نقطه زيد تحط المظهر الثاني في مطا وزيد في نقطه باش تكون عمليه التصحيح سهله. في الاعراب، في الاعراب هذا سؤال دائما متكرر، هذا محال ما يكونش قالت كلمه ملح ملح. شوفوا يا جماعه ديروا هكا اد، نفرضوا طلبوا لنا اد، شوفوا نديروا مطا نحطوا اد نحطوا زوج نقاط الجواب يكون قدامها، زيد زيد الثانيه نفس الشيء المطان نحطوها زوج نقاط نجاوبوا قدامها. محل الجمل، محل الجمل واش نديروا بنفس الطريقه نحط نعاودوا نكتبوا الجمله تاعنا، نكتبوا الجمله تاعنا والجواب نحطوا زوج نقاط والجواب يكون قدامها. بنفس الطريقه نكتبوا الجمله اللي عطاوها لنا بقوسين نكتبوها نعاودوا نكتبوها في السيجي تاعنا ونحطوا زوج نقاط، نحطوا زوج نقاط ونجاوبوا الاجابه قدامها. علاه حنا نديروا هكا؟ به ما نخليو له حتى فرصه به ينقصونا، هذه الطريقه نحطو نعاودو نكتبو له واش عطاونا ونجاوبو قدامها لي به ما نخليوش فرصه انه هذا المصحح راه يتلاعب لنا بالنقطه تاعنا. ها نورمال والله 8 جابو 8 نحيد جدك من صورة فيها ها ناضه ها قلنا نديرو زوج نقاط ونجاوبو. الصوره البيانيه نفس الشيء نكتبو هكا والاجوبه تكون نحطوا زوج نقاط الاجوبه تكون تحت قدام بعضها هكا زيد هذه تحت قدام بعضها. ملاحظه
ملاحظه برك، ها هي ملاحظه في الصور البيانيه. شوفوا قلنا نكتبوها بين قوسين، وفي الاجابات كيف تكون نحطوا زوج نقاط، نحطوا مطاو. شوفوا حنا في الصور البيانيه شو يطلبوا لنا، نذكروا نوعها ونشرحوها ونذكروا اثر بلاغتها. نكتبوا نوعها، نفرضوا هذه الاولى هاي هي استعاره مكنيه، نكتبوا استعاره مكنيه. قولوا هي روح نزيدوا شرحوها مطا تحت بعضهما شرحوها، حيث ذكر الكاتب المشبه بين قوسين، حذف المشبه به بين قوسين، وذكر القرينه بين قوسين. زيدوا كي نخلصوا من الشرح نزيدوا نديروا مطا واش هو اثرها، اثرها نزيدوا نكتبوا هادو كان عطيناهوكم هكا وخلاص. ثانيا نعاودوا بنفس الطريقه، نكتبوها بين قوسين زوج نقاط اجابه، نوعها شرحوها اثرها. وهي رايحه ملاحظه ايضا، شوفوا سواء في البناء الفكري ولا اللغوي الاجابات تترقم، رقموها. نفرض السؤال الاول نكتبه هكا، نكتبه واحد اسمع حذاري حذاري تستعملوا هذا الاحمر، ما تستعملوش الاحمر، ها هو باهي صح، هو صح بالاحمر. ديروا كلها الاخرى اصلا ممنوع لكم، ياك حلي زرق يا اخي، ياك حلي زرق. قلنا ترقموا الاجابه، ترقموا الاجابه واحد وتكتبوا الاجابه، تعاودوا السؤال الثاني ترقموه ترقموه، هاي هو هي وديري 3 4 1 2 3 4 نفس الشيء. اذا لقيتوا الف وباء نفس الطريقه، الف نكتبوا 3 الف نزيدوا 3 باء، لازم الترقيم. واش غنزيدوا في الاجابه كي تجيو تكتبوا هذه اللي ذكرنا فيها، نفرضها في العلاقه المعنويه التي، ما العلاقه التي المعنويه التي تربط بين اجزاء النص، وضح. نكتبوا الاجابه، ما نكتبوش العلاقه هي ونكتبوها طول، نكتبوا العلاقه المعنويه التي تربط بين اجزاء النص هي زوج نقاط، نعطيو الاجابه هنا نجاوب لكم عليها قضيه ما عرفتوهاش. الوحده الموضوعيه، واش معنى الوحده الموضوعيه؟ هي معالجه الكاتب نص واحد في النص، ايوه وضح عفوا لموضوع واحد في النص، وباعتبار ان الوحده الموضوعيه راهي من خصائص المقال، وعطيت لكم البحث شوفوهم. يعني قلنا في جميع الاجابات نفرضوها اذكر مظهرين، تقولوا المظهرين من المظهرين المهمين في هذا الاتساق هو، حطوا زوج نقاط مهمة، تكتبوش اجابه هكاك طول، لازم مهدولها هكا ما تخلعوا الشيخ هذا اللي صح. ايوا هذا الشعر، شوفوا جماعة عندنا في الشعر قضية مليحة، واش هي؟ شوفوا جماعة أول نص، أو مش تبداو مش الشطر الأول ولا الأخير، شوفوا النص اقراو كلش، أو كون تصيبوا زيدوا اقراو الجمهورية الديمقراطية، يا هادي مصحابة، يعني لازم تقراو العنوان، نفرضوا عطاكم العنوان، اسم الشاعر، أنا قلت لكم ركزوا مليح على اسم الشاعر، لازم نقراو كلش متعلق بالنص، من اسم الشاعر للمرجع، هذا يقولوا له مرجع، مصدر اللي يهزوه منه، اللي يهزوا منه النص، هذا يسميوه المصدر. نقراو من الشاعر للهنا، واش شرح ثاني؟ تحبوا تقراو اقراو، أنا مهم اللي يتعلق بالنص، نقراو اسم الشاعر للنص، ونزيدوا هذا المصدر. شوفوا يا جماعة، هنا نعطيكم دليل باللي لازم يتقرا كلش. هاي هنا قالوا لنا نوفمبر، على واحد نوفمبر هي باينه النص حيهضر على الثوره، بدون انك راح تقرا ابيات راك تتفطن بطريقه مباشره ان هذا النص يهضر على الثوره، من خلال واش؟ من خلال عنوانه وقراءه اسم الكاتب. نعطي الشعر، نعطيكم دليل انه لازم تقراوه. قادر يسقسيكم على النزعه، النزعه احنا درنا ما درناش نزعه، لازم نذكروا اسم الشاعر، قادر يقول لك من نزعة، من نزعة هنا كي تعرف بلي الشاعر جزائري ويهضر على الثورة الجزائرية بين نزعة وطنية. شتو كنت انت ما تعرفش اسم الشاعر، تبدا تخلط قومية الاخرى وطنية انسانية ذاتية، هادو بكل نزعات. لازم حنا كي نقراو اسم الشاعر نعرفوا بلي جزائري يهضر على الثورة بين نزعة وطنية. حذري لازم نقراو كلش،
وبنفس الطريقة اللي قلنا في البناء الفكري، نقرأ النص، نقرأ النص هذا يعتبر نص، نقرأ الشعر هذا هكا أجزاء أجزاء حتى نفهمه حتى يختمر في الدماغ، وبنفس الطريقة تخمر بنفس الطريقة نعود نقرأ الأسئلة طريقة سطحية النهار الأول، بعدها نولي نفصله في كل سؤال. يا جماعة أنا قد نحذر، لازم السؤال يفهم، لازم يفهم، مش تقرأوه مرة وزوج ومن بعد تخطفوا تقولوا آه باين الجواب تاعك، لا نفهموه طريف طريف هكا بشوية شوية 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 حتى تكون الصورة باينة، نفهموه نقرأوه 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 حتى يكون اختمر في الدماغ، ومن بعد نروحوا للإجابة. ديجا يعطيكم قد ساعتين ونص، يعطيكم قد وقت يعطيكم ها ساعتين ونص، والله غير تجاوبوا وترقدوا اه ثلاثة ونص زوج ونص زوج ونص، شوفوا تجاوبوا زيدوا ترقدوا زيدوا تاكلوا ها ولا لا نظام يعني نقراوها بشوية، نقراو النص قراءة 10 مرات ولا المهم حتى تفهموه. أنا والله نهار الباك باك قريته قدها 20 دقيقة ناكت نص ساعة نص ساعة وأنا نقرا فيه حتى نداوني العيادة تاع الطبيب، والله والله لازم نبقاو نركزوا حتى نفهموا النص، وبنفس الطريقه الاسئله نقراو حتى يختمروا في الدماغ، خطرش ورا هذا الشيء راه الاجابه تولي تكتبوا برك تكتبوا برك. بنفس الطريقه الاسئله يا جماعه نفتشوا على الكلمات المفتاحيه في كل سؤال في كل سؤال، وبنفس الطريقه قلنا الاسئله راهي مرتبه، اي والله مستحيل ان السؤال الاول تكون اجابته في السؤال الاخير، لأن هذه الأسئلة أعيدها وأكررها لأنها أفكار أساسية لكل أجزاء النص. حذاري في التلخيص هايوة أجمع قلنا نركزوا منيح نركزوا منيح نحدوا كلمات مفتاحية وديه. شوفوا جماعة ملاحظة أخرى كيقولوا لكم علل من النص، أي الإجابة لازم تكون حسب النص مش كما فهمتوها أنتم، حسب النص كوبي كولي. قلنا ايضا كيقول لكم مثل مثل، اذا حدوا لكم عدد هذا التمثيل مقدار التمثيل، نفرضوا قال لكم زوج مظاهر اعطيهم زوج مظاهر، اذا قالوا لكم ما حدوا لكم دائما اخدموا بالربعه دائما اخدموا بالربعه وطلع اذا وجدت في النص. قلنا كلمات مفتاحيه باسلوبك الخاص، ها طونسيون هاي باسلوبك الخاص لازم هكا الاسئله يتفهموا، وفينا بنفس الطريقه اللي كنا في البناء الفكري الاجابات راهي تكون وفق مطاط، نرقموا السؤال نرقموا الجواب، انا نقول واحد جواب نعاودوا نصيغوه، ما نقولوش تحدث ما نجاوبوش نفرضوها تحدث عن الثوره، ماشي نقولوا تحدث عن الثوره، نقولوا تحدث الشاعر في نصه زوج نقاط ونجاوبوا، وكيعود السؤال مجزأ هكا نجاوبوهم حسب ترتيب هذه التجزئة، مش نقولوا تحدث الشاعر ومن بعد نروحوا نقولوا علي ذلك، لا نجاوبوا حسب السؤال كيف هو مجزأ، فكرة فكرة فكرة، تحدث الشاعر في نصه منزلة المتحدثين نفوس الجزائريين، التعليل نكتبوهم تحت بعضها مش معا ما نكتبوش فقرة، نجاوبوا السؤال كيعود كيما هكا نكتبوا واحد مثال تحدث الشاعر هكا نديروا نقطة نزيدوا منزل عنصر الثاني منزلة المتحدث في نفوس الجزائريين نقطة، التعليل من النص نقطة، نكتبهم تحت بعضها علاه بتكون الإجابة راهي بتكون الإجابة سهلة على المصحح، والله إن شاء الله لا يظلم أحد. هاي وهذه قلنا مثال في البناء في البناء اللغوي بنفس الطريقة تقييم الإجابة إعادة صياغة السؤال ونجاوبه، نفرضها لهنا نكتبوا الحقل الدلالي هو نديرو والإجابة بنفس الطريقة. هنا في الأبيات الستة الأولى ساهمت في تحقيق اتساق النص والانسجام، شوفوا قراءة السؤال مليح شوش باه تتفطنوا، هاي كلمة مفتاحية اتساق وانسجام، حنا عطينا لكم مظاهر الاتساق وحدهم مظاهر الانسجام وحدهم، مش انتم تروحوا تهزوا مظاهر الاتساق والانسجام في بعضهم خلط خلط، لا نقولوا له ألف مظاهر الاتساق هي مظاهر الانسجام هي بهذه الطريقة
تحت بعضهم، ومن الافضل تذكرهم تحت بعضهم. نفرضها من مظاهر الاتساق نقولوا حروف الربط. وشوفوا نعطيو المثال تاعهم حروف الربط الضمائر هكا بنفس الطريقه، نقول هكا الف الاتساق ونجاوبوا له هذه الاجابه، نزيدوا الانسجام ونعطيوها مطات هكا نجاوبوا نجاوب. ما نديروش شك الفقرات، والله رايحين يظلموكم، لان المصحح راح يصحح 1000 ورقه ولا اكثر، محال راح يبقى بنفس التركيز كي الورقه الاولى اللي صحه ولا الورقه الاخرى. لازم نديرو هكا شغل رانا نعاونو فيه بيعطينا اجا نقطه مليحه، ما به ما يظلمناش على الاقل. اعراب بنفس الطريقه اللي قلنا في البناء الفكري، نكتبوا كلمه زوج نقاط نجاوبوا، محل جو من نفس الشيء، الصوره البيانيه نفس الشيء اللي قلناها. شوفوا يا جماعه كيما نخيروا الموضوع، نفرضها لواحد منكم خير شعر، واش يدير؟ شوفوا اول حاجه كيما قال احمد لازم ننتبهوا الى الترقيم، ننتبهوا الى الترقيم، او قادر دير هكا وتكرفصها هكا، تقرا موضوع، تقرا موضوع موضوع الشعر وتجاوب على اسئله البناء في اسئله النثر. لا ننتبهوا الى الترقيم، لابد من النظر الى الترقيم. ايوا نفرض الواحد منكم خمم يدير الشعر، واش يدير؟ قلنا نفرض واحد منكم خمم يدير الشعر، هايا وراه دار الطريقه اللي قلنا لكم، هو باك واش يدير؟ الشهاده يقطعوا هكا، قطعوا هذا واش يدير له؟ يتشخشخو تشخشوخه تريده شواط كما يحب، يديه لمو. ايوا يقطعوا هكا ينحيه يحتفظ بهذا، هذا يديروا تشخشوخه، وفي الغرب واش يقولوها؟ ما نعرف، يديروا حريره. نفس الشيء نورمال، اي كيف كيف، المهم ماكله راه فرق. قلنا نقطعوه هكا، هذا نحتفظوا به، هذا نحيوه، هنا نحيوه خلاص نحيوه، علاه؟ بل الانسان ما يبقاش يتخلط. انا والله يوم الباك تخربط، وليت نجاوب منها نزيد نجاوب منها نجاوب منها حتى نجاوب منها. لا هذه تجربه نقولها لكم، لازم الواحد، انا قبيله كنت نمزح درك، لازم نقطعوا هذا كيما نفوتوا نختاروا الشعر بعد القرار النهائي، نحكموا هذا قطعوه نطيشوه نرميوه حتى ما ندوخوش، وهكا نقول سبحان الله. شوفوا جمعنا هذا كي قلت لكم احتفظوا واحد وقطعوا واحد، هذا التقطيع ما يكونش بعد ربع ساعة ولا، شوفوا يا جماعة أنتم تاخذوا نص ساعة قراءة حتى تميزوا بين هذا وهذا. التقطيع باه نحيو موضوع ونحتفظوا موضوع لازم تكونوا درتو عن قناعة، متأكدين 100% 1000%، بعد هذا الأمر نحيو الآخر، خطرش بال واحد ما يندمش، لأن بعد فوات نص ساعة ولا ما بقاش نزيد نقرا نص ساعة واحدة أخرى، يضيع الوقت. لازم نتأكد مليح ومن بعد كي نخلص نقطعوا على روحي. وننصحكم نصيحة أخرى، الإجابة فوق الوسخ قبل ورقة الإجابة، نجاوبوا كل الأجوبة في الوسخ، سيرتو للفلسفة واللونغ هادو عندهم قدها ربع سوايع ونص. بصح انتوما على الأقل إذا شفت الوقت راح نجاوبوا أسئلة البناء الفكري. أيوا في الوسخ نخلصوا في الوسخ، كي نخلصوهم نعاودوا ننقلهم الاجابه الى الاجابه ورقه الاجابه. بعد كيما نخلصوا هذا البناء اللغوي نزيدوا نديروه في الوسخ، باسكو الاجابه تاعو سهله، بين اعراب وصوره بيانيه سهله ما تاخذش وقت، نجاوبوا عليها في الوسخ ثم ننقلها. علاه؟ باه ما نديروش ان نشطب ونستخدم كوريكتور، هذه بكل تلعب دور في نفسيه المصحح، في نفسيه قلنا لازم هكا شغل باه نساعدوا المصحح. والله كي ديروا هكا ان شاء الله اجابه منها. ونصيحه اخرى، ما تزربوش في الكتابه، انا مش كيما حالتي انا كتبت مش مليحه، لازم كي تعود واحد يعود كتبته مش مليحه واش يدير؟ ها يكتب بشويه، كي يكتب بشويه، مثال هكا نفرضوها الاعراب، تكتبوا هكا بشويه خلاص، او ما تولي تشبه
وما تولي تشبع. ما واش كي نقول لكم مش بالعرض الباطن، هي هكا شوية هكا، المهم يحسنها يحسنها. أجمع هذا التنظيم، هذا القير الكتابة على مهرول تكون في ورقة الإجابة وفي ورقة الوسخ، لكن تاني حتى تديها معك للدار أو كتبها لا روح بالزربة. الكتابة اللي نكون نكتبها مليحة وبشوية لازم تكون في ورقة الإجابة، وهذه هي. ونقول سبحان ربي ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وندعو لكم بكل خشوع وبكل تفاؤل وبكل ما تتوهمونه في دماغكم أن تكونوا من الناجحين إن شاء الله. وسعدنا بتدريسكم، ولا تنسونا من الدعاء. سيرت أنايا درت لكم مواضيع مصور ما تدعيولوش إن شاء الله. أدعو لي به نكمل قرايتي حتى للأخر حتى للدكتورة، وإن شاء الله كرواز ينجح وكافة التلاميذ. وشكرا، والصلاة والسلام على رسول الله وعما يموت. إن المتقين في جنات وعيون، أدخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.